السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وسط العاصمة الأردنية عمان، أخوكم الرحال السعودي. طبعا وصلت الآن إلى السبيل، نبي نعطيكم فكرة عن هذا السبيل الآن. طبعا هو مبنى روماني أنشئ في حوالي القرن الثاني للميلاد، وكان مزين بالأعمدة وتماثيل حريات الماء. هذا هو سبيل الحريات أو المبنى الروماني. شوفوا هذا من الداخل، طبعا هنا يوجد أعمدة تساقطت، وهذه أجزاء تساقطت هنا زي ما تشوفونه أمامكم. طبعا نبي نمشي على هذا المبنى وعلى سوره. حتى طبعا أنا الآن أتواجد في الجهة الغربية لهذا المبنى أو سبيل الحريات. نبي نتجه للجهة الشرقية الآن. طبعا هذا السور من الخارج. طبعا المبنى يرمم الآن. لو شاهدنا هنا شوفوا الأحجار، قوة وصلابة الأحجار رغم السنين، وهو بني في الثاني للميلاد. شوفوا المبنى، هذه الجهة الغربية الآن. شوفوا صورة المبنى والأعمدة كيف تساقطت هنا. حقيقة الأردن تزخر بالتاريخ والمباني القديمة والأثرية الجميلة. شوفوا شكرا لكم ولمتابعتكم.